وتيره التجاوزات الايرانيه على الحدود العراقيه وفي اقليم كردستان على وجه الخصوص بدات بالتصاعد في الاشهر الماضيه وباوجه متعدده مع قيام الحرس الثوري بالتوغل لعده كيلومترات داخل اراضي الاقليم وبحسب صور نقلتها قناه روداو الكرديه فان الحرس الثوري شرع مؤخرا بمد الاسلاك الشائكه وشق طرق في قرى حدوديه في ناحيه حاج عمران التابع لقضاء تشومان في محافظه اربيل وفي سلسله هالكورد الجبليه بهدف ضم مناطق جديده الى الاراضي الايرانيه تلك المناطق كانت الى فتره قريبه وجهه لمتسلقي الجبال من اقليم كردستان والاجانب لكنهم باتوا الان غير قادرين على قصد المنطقه لانها اصبحت بين ليله وضحاها جزءا من بلد اخر القوات الايرانيه مدت طرقا يبلغ طولها نحو 12 كيلومترا وعمق 7 كيلومترات داخل الاراضي العراقيه مستغله وقوع المنطقه خارج سيطره حرس الحدود العراقي الاتحادي وضعف التنسيق المشترك بين القوات الاتحاديه وقوات البشمركه بل وقام الجانب الايراني ببناء 57 برجا عسكريا للمراقبه في حدود مناطق بجدر وتشومان وسيدكان فضلا عن قيام مقر الحمزه في الحرس الثوري بقصف متكرر لتلك المناطق بذريعه وجود مقار لاحزاب كرديه ايرانيه معارضه لنظام طهران. تاتي هذه التطورات على الرغم من التنسيق المفترض بين الجانبين حيث عقد اربعه اجتماعات مشتركه خلال الاشهر السته الماضيه بحسب قول اللواء تحسين الخفاجي الناطق باسم العمليات المشتركه. لكن معالجه الموقف تتطلب براي المتخصصين جهدا دبلوماسيا وامنيا مكثفا يعضده قرار سياسي من حكومه بغداد يعيد الامور الى نصابها الصحيح